طبعا اكثر حاجه استخداما هذا اليوم في اليمن شيئين، قدر الحديد والحديد. طبعا معروف قدر الحديد الذي بيشربوها الناس لا حصلت لهم فجيعه، كذا انتم دارين باليمنيين كم يا فجائع وكم يا هدايم. اقل يمني بيحصل له في اليوم 20 فجيعه. الشيء الثاني الحديد، الحديد طبعا الذي بيستخدموه الكمارة هذولك مع عمائل الذي ما علينا يزتوا. طبعا قدر الحديد من كثر الفجائع التي قد حصلت في اليمن تلقوه في نفس مفتجعه، يعني اخر علبه قدر حديد بتكلم الصيدلي بتقول له جيب لي قدر حديد وقعد فيني فجيعه. صيدلي يضحك قال ما ينفعش عندي اصلا قدر حديد، كيف اجيب لك قدر حديد؟ قدر حديد فوق قدر حديد ساعه الباصر بلعب بطال. طبعا سالي فحص قدر حديد هذا وقدر حديد نفسك في يرقان، في يرقان من الذي بيحصل يعني مش خارج داخل الصيدليه، يعني انا اليوم رحت لعند صاحب صيدليه دخلت شفت شكل استغربت، يعني صاحب صيدليه لابس بودي ربل وصماد كذا ملفوفه وفي يد التم، يعني دخلت عند واحد بيذبح دجاج. استغربت فعلا والله، يعني انا استغربت ان صيدلي وخرج صيدلي بس هكذا، يعني عجيب. على العموم مكنتها الوصفه لدي ما هي روشيتي، طبعا قلت له اصرف لي هذا العلاج. قال لي كم معك؟ قلت كتابي كم هي؟ كم معك اصرف؟ قلت كيف ما هي؟ قال كم معك؟ فجعت يعني من القلب مشافر لا هنا ومشرخات لا هني اللكفه يشاور اذني. قلت لي هذه معي 4000 ونص. قال خلاص اتحرك هكذا شل المجمع ويجمع لي من هنا علاج شوي من هنا وحبوب وكذا. قلت انا ما ادفع لي يا اخي. قال من اجمع لك من هنا بزلطك؟ قلت زيد فعل لي زلطه زيد فعل لي مالك، انا صرت اشتري خضر ولا شريته؟ فعل خيار فعل لي مفعل مالك؟ قال لا تقول شوقي بزلطك. قلت يا اخي صلي على رسول الله انت صيدلي مشفوق عليك، يعني ما هذا الغاغه؟ ما هذا الغاغه؟ فعلا روني غاغه قسما بالله، اين الرقابه؟ يعني خلاص اي وعلى فكره قبل اسبوع نفس الحكايه دخلت صيدليه وبو واحد في 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 الزاويه في الصيدليه بيشيش، يعني انا دخلت استراحه الشفاء بيشيش. قلت له يا اخي جبت لي علاج؟ ما هو عاد الغربي قلبين. قلت ما انا ذي بقلبين بالطعم غاغه غاغه يعني، وكلهم اصحاب الصيدليات بيسعروا على ما يشتروا، كل واحد بيبيع يعني اشتريت نفس العلاج علاج هذا حكى عليه 1700 عند صيدليه، وصيدليه ثانيه بين يصير ايش له ب 1900 وهذاك ب 2000 وهكذا وهكذا غاغه فعلا غاغب بما تعني الكلب لا بالرقاب ولا بشيء. وعلى فكره العلاجات هذه بتدخل عن طريق التهريب طبعا، وحني مهرب بتتعرض للشمس والاشياء تضر العلاج يعني بدنتي، وليش الناس يعني بيشتروا علاجات ما بيتشافوا اصلا يعني بتجيس نفس المرض لان كلهن مهربات ما بيش رقابي يعني. طبعا الشعب اليمني قدو خلاص قدو خلاص يعني قدو ملن فجاه ملن هدايم، يعني اليوم مثلا حصلت لي فجيعه شفت انا جريمه اليوم الصدق افتجعت قوي لا يمكن انا انساها لما اموت لما اموت فجيعه فجيعه فعلا يعني. يعني طبعا من كثر الفجائع يعني اللي قد حصلت لنا وصلنا الى مرحله قد احنا خلاص ما عاد بنحسج يعني قد احنا بنتحمل الفجائع. اما الفجائع حق اليوم هذه الحاله اليوم فجيعه فجيعه صدق يعني فجيعه بما تعني الكلمه فجأت جريمه. طبعا كلكم مستغربين شوتروا ما هي الجريمه هذه شفتها في السوق، يعني رحت السوق وشفت جريمه وما اقدرش انساها حتى الان ما اقدرش ما جاش حثانه. طبعا كلكم مستغربين شوتروا ما هي الجريمه، الجريمه طبعا بالله عليكم حبة طماط ب 100 ريال. حبة طماط اقسم بالله اني اكبر جريمه، اكبر جريمه يعني، يعني انا اشتريت تفاح ولا اشتريت انجاز ب 100 ريال. والله ما انا ساخي زحوك ولا انا ساخي صبحه ب 100 ريال، يعني قد الواحد مننا لما يشتري مثلا لجهاله حبة طماط يشيل سكينه ويقسمها كذا ويدي له كل طفل وصل وصل وياكل وزع على الحبحب في حال الا لم لا. يخرج منها حبوب والكول يعني نفس الحبحبه نفس الحبحبه بالضبط. حبة طماط ب 100 ريال، يعني قلت لصاحب الخضر قلت قال لي شيل هات لي حبة طماط ب 100 هات لي ثنتين يعني الواحد ب 50، قال لي شيل تشابر يعني دوانس مع بعض، لا تخليش هذه الحالات تدخل في حاله نفسيه، ما بش معي فلوس ادخلها يعني مستشفى، قال لي بدز بجلي بده يهز الريس عمال يضربني. قلت خلاص على الطبيب ب 100 ب 100 ما نفعل. والله ما انا ساخي، انا بيني وبينك حافظ في فانكس على الصوره تمام.